يسعد مساكم. المناسبات والأعياد زمان هي هي الأعياد والمناسبات دلوقتي. الاختلاف الوحيد هو إحساسنا بيها ومشاعرنا تجاهها اللي اتغيرت، والطقوس والحاجات المرتبطة بالعيد والمناسبات اختفت تماما، عشان احنا مش مهتمين قوي بالطقوس دي نعملها ولا نعلمها لأولادنا. زمان كانت الأعياد فرصة للأهل والقرايب إنهم يتلاقوا ويتلموا في مكان واحد، يهنوا بعض بالعيد لايف، مش زي دلوقتي ببوست على الفيسبوك ولايك على الانستجرام ورسالة على الواتساب كل عيد وانتوا طيبين وأضحى مبارك. كنا بنستنى رمضان لأننا هنتجمع ونعيش أجواءه الجميلة مع أهالينا، ونستنى المسحرات في البلكونة يندهنا بأسمائنا. بس دلوقتي بما إننا بنقدر نشوف أهالينا فيديو في أي وقت ونكتب لهم رسائل ويردوا في كل الأوقات، فمش مشكلة. وحتى لو قابلناهم بالساعات مفيش كلام يتقال، لأننا خلصناه كله في مكالمة، وبنقعد كل واحد باصص في تليفونه. والتجمعات في الأعياد بقت أداء واجب ومجاملة مفروضة. والعيد الصغير اللي كنا بنجهز له طقوس كتير ونقعد نعمل في الكحك والبسكويت طول الليل، والسجات اللي رايحة والسجات اللي جاية واللي انتهت بظهور الكحك الجاهز، والعيد الكبير والدبح والجلاليب وتكبيرات العيد في الشوارع والسهر لحد الصبح، قلبنا أيام العيد شبه الأيام العادية، وبقينا حابين إننا نعيش في حالة من النوستالجيا ونترحم على أيام عشناها وإحنا صغيرين ومش عارفين نعيش زيها دلوقتي. الفرق بين العيد زمان ودلوقتي إننا زمان كنا بنتلكك عشان نفرح، وأهالينا بيستنوا العيد ويفرحونا بأبسط الحاجات، طقم جديد نقعد نحلم بيه وإحنا نايمين إن إحنا هنلبسه الصبح، وعادية بسيطة ندخل سينما، نروح القناطر، نأجر عجل، نلعب بالبومب والصواريخ، نستنى من العيد للعيد عشان نتصور في الاستوديو. كنا زمان عايزين نفرح ونفرح اللي حوالينا، عشان كده قدرنا نحقق الفرحة زمان ونعيش أيام ما تتنسيش رغم بساطتها، ونحفر أجمل ذكريات عمرنا ونفتكرها لحد دلوقتي ونقول ياه فين أعياد زمان وفين رمضان زمان. الفرق بيننا النهاردة وبيننا زمان إننا مكسلين ندور على الفرحة، بنتحجج بجملة إن فرحة العيد ما بقتش زي زمان. يلا بينا نرجع عيد زمان. وادي نموذج بنقابله كل يوم. اعملوا حسابكم تصلوا العيد ونفطر سوا وناكل الكحك والبسكويت وننزل لجدتكم وجدكم نعيد عليهم. ما تعملوش حسابي يا ماما، انا متفقه مع صاحباتي على جروب الواتساب ننزل السينما اخر النهار. وانا كمان يا ماما ما تعمليش حسابي والنبي في الكحك خالص، ماليش فيه، وجد وتيتا هكلمهم فيديو كول ان شاء الله. بس وانتي عندهم كده كلميني ماشي، عشان انا رايح مع اصحابي الفيديو جيم، هنلعب شويه ماتشات بلاي ستيشن كده، عندنا بطوله. ازاي يا اولاد الكلام ده؟ ده احنا بنستنى العيد يجي عشان نتلم كلنا، وبعدين ده انا الكحك ده عاملاه لنفسي. بصراحة يعني يا ماما الكحك ده سوري يعني موضة قديمة خالص. خلاص بقى يا ماما بقى عادي يعني نبقى نقابل جدو يا ستي وتيتا اي وقت تاني، ما حصلش حاجة يعني، بس يعني هنقضي اليوم مع اصحابنا عشان ده عيد وكده. وايدك بقى على العيدية يا ست الكل. عزيزي يلي حالا بتسمعني، احفر في ولادك ذكريات في المناسبات المختلفة في رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير. ما تخلوش ايام العيد تقليدية، حاول تكتب لابنك وبنتك جواب يحتفظوا بيه بمناسبة العيد. كل سنة وانت طيب يا حبيبي، كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. جيب لهم حاجة كان نفسهم فيها في العيد، اعملوا لولادكم مفاجأة كل عيد. حافظوا معاهم على طقوس الكحك والبسكويت وقعدوا عملوهم ولو في فرن البوتاجاز في البيت. علموهم ان صلة الرحم في العيد وجبة، مش رسالة على الواتساب ولا تهنئة على الفيسبوك. وكل سنة وانتوا طيبين. الغريبة ان الاساتذة دول شايفين ان هم الصح وان انت اللي كائن فضائي، وان اتكلمت ولا اعترضت ولا قلت اه يا عيني ولا اه يا ليلي يقولك يا سيدي ما حصلش حاجة. لا يا فند، ده حصل وحصل وحصل وحصل، وكل سنة وانتوا طيبين.